في تلك الليلة أنتصر على نفسي وشكوكي الداخلية. أنا سعيد، أنا محبوب، هناك من يريد أن أكون معه للأبد. بحبك. أنا مبسوطة قوي يا شادي. وأنا مبسوطة أكتر منك. جد؟ جد جد. يلا نقعد. تعمل ايه؟ استنى تاني؟ تاني. بحب الاغنية دي قوي، بحس ان فيها سحر كده، سحر خلى فارس وشادي يحبوا بعض في لبنان، وفارس وشادي يحبوا بعض في مصر. احنا مفيش حد زينا. صح. كفاية بقى حركة، كفاية. انت هتبقى زوج متعب قوي على فكرة. يا دكتور، ازيك؟ عاملة ايه؟ ايه الأخبار؟ كله تمام؟ لا لا لا، ما تقلقيش، أنا فعلا بدأت في قصة جديدة، صدقيني دي ما هتعجبك قوي. شكلي كده هخلصه قريب وفي الميعاد. تمام، يلا سلام. كل مرة تكسبي؟ أيوة. هو في مفاجأة. مفاجأة؟ إيه ده؟ مش ده اللي شفناه من يومين؟ هو ده مقاسي؟ أيوة، عارفة مقاسك طبعا. بصي أنا مش عارف هما بيقولوا إيه في ال... شكرا. شكرا. لا العفو. بحبك. انا عارفه. انت عارفه؟ طب بمناسبه انك عارفه بقى، ايه رايك نخرج بره نتمشى شويه؟ لا لا ليه؟ احنا مبسوطين هنا. بس انا مش مبسوط هنا. انا عايز اقعد معاكي لوحدي. ماشي. طب طب ممكن اروح التويلت؟ تاني؟ تاني براحتي. وانا هطلب الشيك. يلا بينا. انا اللي هنجيلك ولا انت؟ تقدري تفهميني بقى ايه الهبل اللي كنتي بتعمليه ده؟ الموضوع اكبر مني، ما اعرفش بيحصل لي ايه كل ما اشوف طفل صغير. انت لازم تروحي لدكتور نفسي. انا مش مريضه حتى لو مين قال ده، فاهمة؟ انتي بدأتي تخوفيني منك. مش عارفة ليه عندي احساس ان الموضوع ده كان عند ماما واحنا ورثناه منها. بس بابا قال انها كانت مريضة. هو انتي عشرتيها؟ انا عشرتها وشفتها، ولما ماتت ابوكي حاول يعمل دور غاب عنه سنين. طب ممكن توطي صوتك عشان الجيران؟ انا ما عملتش حاجة علشان اخاف منها. صح، انك تقتلي اطفال ما بتعمليش حاجة غلط. بكرة تعرفي إن الموضوع مش في إيدي. يا
مالها دي؟ احنا كنا عند سامية النهاردة. وبعدين؟ الهانم دخلت عليها الأوضة لقيتها ماسكة مخدة وبتخنق الطفل. مش مكفيها الأطفال اللي ماتوا في الضرب بسببها؟ لا، وفي الآخر تيجي تقولك ده مرض ورثناها عن مامتنا. ليلى كبري دماغك، مش مهم، سيبك منها. أنا لازم أنزل. إذا حاجة؟ أنت رايحة فين؟ رايحة أقابل شادي. طب وإيه العلبة دي؟ دي هدية جايبها له. طب ما تخليني أشوفها. بصي أنا لازم أنزل بسرعة قبل ما أختك المستفزة دي تطلع وتمسك فيا. يا ستي ما تقلقيش، ده هشوفها على طول بقى. خليكي جنبها. خلاص هوريهالك، أوعي. أهي. يا عيني يا عيني. لا حلوة. أنا عارفة إنها حلوة. يلا عديني بقى. طب هو انا مش هشوف شادي ده ابدا؟ ما انا وريت لك صورته قبل كده. هبقى اوريه لك والله، بس سيبينا انزل. معلش، باي باي. رخمه رخمه رخمه. باي يا اختي. باي باي. مفيش اثر لا لفيروز ولا لشادي. بعدين دي بقى لها يوم كامل من ساعه ما خرجت مع شادي ما رجعتش. يبقى نبلغ البوليس. مفيش بوليس هيخش في الموضوع ده، وانت عارفه ليه. والحل؟ الحل مش هنا. شادي لو عمل لها حاجه مستحيل يرجع للمكان اللي اتقابلوا فيه. على فكره في بنت كانت قاعده هنا مع شادي وفيروز من يومين، دي لو وصلنا لها اكيد هتقول لنا حاجه. هو الراجل ده مركز معانا قوي كده ليه؟ أنا حاسة إنه كان سامعنا. ما أعتقدش، وحتى لو سمع مش هيبقى فاهم حاجة. طيب ممكن نسيبنا منه بعد إذنكم؟ عشان لازم نروح نشوف البنت دي. أنا برأيي ده أحسن حل. يلا. لا خليك خليك خالص. ناسي محفظتي. يلا. يلا. لازم الحق اخلص من رافانا قبل ما توصل لي. انت مش بكفيك اللي انت قتلتها؟ قبل ما قتل فيروز حكيت لي عن اختها رافانا، وانها كانت عايزه تقتل ابن صاحبتهم. ولما اختها الصغيره سالتها قالت لها ان ده مرض ورثته من مامتها، وان هم ما بيقدروش يمسكوا نفسهم قدام اي طفل صغير فبيخنقوه، وان هي كمان هيجي لها وقت وتعمل كده. فاكر اليوم اللي قابلتك فيه انا وفيروز؟ في نفس اليوم ده شاهندة كلمتني. ايوه شاهندة. شاهندة اهدي بس، قولي لي في ايه؟ قالت لي ان رامز مات. ايه؟ رامز ابن اختي مات في نفس الحضانه اللي شغاله فيها رافانا. بعدها كان لازم اتاكد ان فيروز مش زي اختها. خدتها وديتها الحضانه. خدتها الحضانه. كانت هتقتل طفل صغير. لولا ان انا لحقتها في اخر لحظه. انت اكتر واحد عارف انا كنت بحب فيروز قد ايه. بس هما التلاته ما يفرقوش عن بعض. هما التلاته شر كبير ولازم نخلص منه. جدا 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 انا اسف.
معرفش بيحصل لي ايه كل ما اشوف طفل صغير. انت لازم تروحي لدكتور نفسي. انا مش مريضه. حتى لو مين قال ده، فاهمه؟ أنا شادي زميل فيروز. سمعت حاجة عنها يا ابني؟ للأسف لا، بس هي كانت سايبة معايا حاجة لازم أديها لكم. طب اتفضل. اتأخرتي قوي. انت اللي خلتني اجي هنا؟ مفيش حاجه انا ما اعرفهاش. لا في، انا سرقت الكشكول بتاعك وعرفت سرك. المعرفه دي انا اللي اديتها لك، مفيش حاجه خارجه على اللي انا بكتبه. صح، حتى الشر والقتل. انت مجرم. عيلتك هي العنيفه ودمويه جدا، كان لازم الشر فيهم يموت، بس أنا اخترتك تكملي الحياة لأنك أنت مختلفة عنهم. أنت فعلا تستحق أنك تبدأ من جديد. أنت الكاتب، أنت اللي في إيدك تجمل وتشيطن أي حد، ومحدش هيقدر يعمل عكس اللي بتقوله. أنا صادق مع كل قارئ حتى لو كان ضد اللي أنا بكتبه. كان ممكن تغفر له، كان ممكن ينتهي بينا الحال في مكان أحسن. في حاجات لازم تبقى خارجة عن سيطرتكم وعلمكم، كل حاجة ليها حكمة. ها، وإيه حكمة القتل؟ أنا طهرتك من ماضيكي، تقدري دلوقتي تقرري بحرية. أكرر؟ أكرر إيه؟ هل هتمشي في سكة الانتقام ولا المغفرة؟ أنت هتكون موجود؟ أنا دايماً موجود، أنا اللي بصنع المواقف، بس نتيجتها دي بقى في إيديكم أنتوا. بعدين يا ابني والله انا وصلت يا عم، انا في الكافيه اهو شفتك عليا، ويقول لي صاحبتي من الجامعه، وايه يعني انا مقابلها بره صدفه. المهم يعني حصل اني رحت، وبعدين دي هديه جايبها له. ما انا وريت لك صورته قبل كده. هل هتمشي في سكه الانتقام ولا المغفره؟ هتكون موجود. انا دايما موجود، انا اللي بصنع المواقف، بس نتيجتها دي بقى في ايديكم.